لكن المدن اللي موجودة الـ14 مدينة جزء من منظومة محطوطة بالملي وفي أماكنها إنها تتنفذ وتحصل عشان البلد دي تقوم، لأن إحنا فعلا النهاردة اللي سيادة الرئيس بيقوم بيه واللي إحنا كلنا بنشتغل فيه، إحنا بنبني دولة، دولة حقيقية لنسيبها لولادنا ويفاخر بيها أولادنا إن شاء الله لـ100 سنة قدام.